ما دام كليتنا قاعدين بالبيت كليتنا عندنا بياض كليتنا عندنا قهوه. Hello guys, welcome back to my channel. اليوم ماخذتكم وياي اشوفكم روتيني الصباحي خلال هاي الفتره، لان بصراحه اني الركض بعدني ابد ما موقفته، تقريبا بالاسبوع 3 مرات 4 لحد هسه اطلع برا البيت اسوق واجي لهذا البارك، لان بعده مفتوح ما ركض. وطبعا هذا البارك كلش احبه لان ما اشوف بيه عالم، يعني اكو جهه بيها عالم هوايه واكو جهه ما تشوفون بيها عالم، فاني اركض على الجهه اللي ما بيها عالم. الحمد لله ان شاء الله عالم ما يحول ولون على هاي الجهه. لازم اول شيء اخذ المفتاح مال السياره، مفتاح مال سيارتي احطه بالجوارب مالتي، هاي الجوارب اللي هنانه ادخله واحطه هنا وتكون كلش ضابه عليه. طبعا البارحه سويت شعري، اكره ما عندي من اسوي شعري وثاني يوم اربطه واركض. القراصات اللي احب استخدمهم مثل هذولي يصيرون مثل الواير، كلش احبهم لان ما يخربطون الشعر. وهذا اللي استخدمه على شعري اللي من هنا مثل السيليكون حتى ما يتزحلق من الشعر، لان يعني هذا مال ركض ومال رياضه وهيك شيء. وننزل نركض. هو هذا الرننج تريل فارغ هسه ما بي اي احد. انا هنا اركض. طبعا حتى المكان اللي اسوي بيه ستريتش مسدود، فلازم اسوي ستريتش اني هنا بنفسي. جايز طبعا اللي يريد يشوف فيديو كامل عن الركض مالتي وروتيني صدق مال ركض، مسويه فيديو اني وعلي كان وياي فمساعدني شويه بالركض، راح احط لكم اياه هنا اذا تريدون تشوفوه، وصدق اشوف لكم اني الركض كامل، بس اليوم اني بوحدي وما اقدر بصراحه اصور كل شيء، فراح اروح اركض وارجع لكم. راح تشوفوني بغير شكل. جايز طبعا خلصت ركض، هسه دا اركض شعري مره ثانيه لان من اركض كليته ينزل. احتريت مع انه الجو كلش حلو، لا حار ولا بارد وهواء عالي، بس كلش احتريت. هسه ارجع للبيت. هذا الوقت الوحيد اللي اركب بالسياره واسوق بيه هو يا اما ركض يا اما مسواق، ما دا اسوي غير شيء ثاني. فهسه راح ارجع على الهاي واي والهواء راح يصير كلش عالي وما اريد اسد الشبابيك، فاشوفكم بالبيت. طبعا هسه رجعت للبيت، راح اشرب بعد مي قبل ما افوت اسبح واكل موزايه، وراها اطلع من الحمام اشوفكم شو اسوي. يعني بصراحه ما احب راسا اول ما اخلص ركض اكل شيء، يعجبني ارجع اكل لي سناك وراها افوت اسبح. عجبني الشعر هاي. طبعا كل شوي احب اكل موز الصبح لان احسها تعطيني طاقات اكثر. اشتريت ماسكات حتى من اروح اشتري مسوال البسهم، لان هو المكان الوحيد اللي اطلع بيه وبي عالم هوايه. طبعا هسه راح اخذ 2 من هذول القميص، هم فيتامين سي قميص طيبات لمثل الجيلاتين. وطبعا اذا تسئ جايز هاي هسه اكلت مالتي السناك، شربت شويه مي وهسه راح افوت اسبح، ومن اطلع اسوي وياكم عنايه بالبشره الكل يقدر يسويها بالبيت. اوكي جايز طبعا خلصت السبح، هسه راح ابلش اسوي تقشير لبشرتي ما دام البشره بعدها مترطبه، مساماتي بعدها مفتوحه لان خلصت حمامي وسبحت. فخلي اشوفكم التقشير اللي انا هسه حاليا دا استخدمه هوايه، وهو تقشير القهوه. طبعا عندي هاي القهوه بن العميد، هيك الكافيين يساعد البلود فلو بالبشره. انا تقريبا مرتين بالاسبوع اسوي تقشير لبشرتي. واو حطيت شويه هنا قهوه، وهسه راح ارطب بعد بشرتي. رطبت بشرتي، هسه اخذ شويه قهوه وهيجي اسوي. وطبعا على كيفكم، خاصه اذا بشرتكم حساسه. انا دائما هيجي اسوي بدوائر. صارت عندي لحيه. طبعا كل شويه ابلل اصابعي حتى تصير عليها القهوه. منطقة الخشم دائما اسوي بيها السكراب اقوى شيء، لان هي بيها المسامات مفتوحة اكثر، بيها الزيوانات السوداء، الرؤوس السوداء، البلاك هيدز كليتها around this area. فدائما احاول انه I scrub it harder، يعني شوية اقوى من باقي الوجه.
يتفاعل وهيك يبقى على البشرة. تقدرون رأساً تمسحوا، تقدرون تبقون شوية على بشرتكم، بس أنا بصراحة ما أخليه كماسك، أنا أستخدمه بس كتقشير وأشيله عن وجهي. So that's it، أشيله عن وجهي وأرجع لكم. راحت القهوة عن وجهي، هسه ماكو أي قهوة. هسه راح أرجع أغسل وجهي بالفيس كلينزر مالتي، فيس واش هذا اللي أستخدمه من فيس ريالتي. وهسه ها هي بس أغسل وجهي بالكلينزر غسل عادي، لأن مرات القهوة تترك لون على البشرة، فأنتوا رأساً من تنظفوها يروح كل شيء. ودائماً حاولوا من تغسلون بشرتكم بالكلينزر تطولون أقل شيء دقيقة كاملة. طبعاً أريد أقشر شفتي، وعندي أنا مقشر مال شفته هذا بشكر وعسل وهيجي أشياء، بس أريد أستخدم القهوة. خلي أشوف، بالله هاي أول مرة أستخدم القهوة على الشفة، أريد أشوف تقدر تسوي تقشير زين للشفة لو لا. أهل اللي يحبون قهوة عادي ما عندهم مانع، تقدرون تاكلوها. حبيت سوى تقشير للشفة هم. طبعا احد من عندكم نصحني انه استخدم هذولي ورا ما اسوي تقشير للبشره، لان تكون البشره نظيفه وجديده وبعدها بيبي سكن. فصدق من دا اقشر بشرتي دا استخدم بس هذولي. هاي هسه البشره نظيفه تلمعت. هسه اشوفكم ماسك اني دا استخدمه، ماسك مال بيض. هسه اشوفكم شلون، خلي اروح اجيب بيضه وارجع لكم. طبعا جبت بيضة، غسلت الطاسة نفس اللي سويت بيها قهوة وجبت لكم بيضة. البيضة اول شي تاخذون بس البياض مالتها، بس البياض مال بيضة. اوكي هسه هذا بس البياض مال بيض، لازم تخبطوه. طبعا البياض لازم تبقون تخبطون به لحد ما يصير بفقاعات مثل هيجي، تشوفون كليته فقاعات تصير. هسه تجيبون فرشة عندكم اياها، انا عندي وحدة مال مكياج ما استخدمها بصراحة، بس ابللها بالمي واستخدم البياض واحطه على وجهي. هذا بس بياض البيض، اللي ما يحب البيض ابد ما انصحكم تستخدمون هاي الطريقة، لان راح تشمون البيض لفترة طويلة. وراح تحتاجون كلينسات اثنين، طبعا هاي اوبشنال، تقدرون تتركون الماسك هيجي وعادي ما تسوون اي شيء، بس اني احب اخلي الماسك على وجهي واحب بشرتي تمتص اكثر، فاخليه يصير شيت ماسك، فاجيب كلينسايه واقسمها بالنص تصير كلش خفيفه، واني اقسمها واحاول الزقها على وجهي بالمناطق اللي حطيت بيهم بياض مال بياض. طبعا انا هسه بيسكلي هذا هوم ميد شيت ماسك، يعتبر شيت ماسك بس انتم تسووه بالبيت. طبعا هاي انتم سهل كيفكم، شلون ما تقدرون تقسمون تقسموه على وجهكم، انتم شلون ما تقسمون الكلينكس، المهم يغطي تقريبا الوجه كله. وطبعا انا احب احط الشيت ماسك اكثر على وجهي، خاصه بهاي الاماكن لان اريدها تترطب كلش هوايه، فاحط الكلينكس واحط فوقه بياض البيض، اشبعها الكلينسايه بالبياض مال البيض حتى تبقى على وجهي لفتره طويله، وجهي يتشبع بيها اكثر. طبعا انا هاي الطريقه تعلمتها من وحده يوتيوبر، مره كانت تحط ماسكات على وجهها، حطت بياض مال بيض وحطت كلينكس وقالت هيجي تسووه مثل الشيت ماسك ويبقى على وجهكم لفتره اطول ووجهكم يترطب اكثر ويتشبع بالبياض مال بيض اكثر. جربتها وصدق حبيت النتيجه وصارت وايد اسويها بصراحه. وطبعا هذا في شيء كلش سهل، تقدرون تسوون هذا كل هذا اللي سويته ببشرتي ب 15 دقيقه جايز. وما دام كليتنا قاعدين بالبيت، كليتنا عندنا بياض، كليتنا عندنا قهوه، يو نو هاي اشياء تقدرون انتم تسووها بالبيت، ما يحتاج تشترون اي شيء. That's it guys، هسه هذا الماسك اللي متشبع كليته بياض بيض ومحطوط على وجهي. بيسكلي اني صنعت شيت ماسك مثل هاي الطبقة اللي تحطوها على وجهكم، بس صنعته بالايج وايتس، فراح انتظر تقريبا من 10 دقائق الى 15 دقيقة لحد ما ينشف وراها اشيله. جايز طبعا قبل ما يخلص الماسك قلت خلي اسوي وياكم سموذي، لان اني صايرة الصبح كل شوية احب اكل سموذيز او اشرب سموذيز، فقلت خلي اسوي واحد وياكم لان هالفترة صار كل شوية اسويهم.
خلي اطلع المعدات مالتي اول. اوكي جايز خلي اشوفكم ايش راح اسوي. اول شيء اجيب هاي من ماجيك بولت تجي ويا الجهاز اللي استخدمته، وراح احط شويه كيل. هذا ما ادري شنو بالعربي، بس تقدرون تستخدمون سبيناغ اذا ما عندكم هذا الكيل. انا يا اما استخدم كيل يا اما استخدم سبيناغ، واحد من الاثنين. احط تقريبا هالقد مو هوايه، وراح استخدم almond milk. طبعا تقدرون تستخدمون حليب او تقدرون تستخدمون مي او تقدرون تستخدمون عصير برتقال، كيفكم. انا راح استخدم شويه حليب، بس هالقد حطيت حليب مو هوايه. هسه اجيب سكينه، راح اخذ شويه بس هالقد موز. هسه اقشر برتقاله لان ما عندي عصير برتقال مخلصه، فراح اقشر برتقاله. خلي احاول اقصها كليتها بمره واحده، كليتها مره واحده. كل شيء احب اسوي هذا الشيء، سالفه مطوله يعني لازم اشيل كل الجلد عنها. طبعا هسه بس راح استخدم نص البرتقاله مو كلها. خلي اغسل ايدي. هسه حطيت نص البرتقاله، الحليب والموزه والكيل، وراح ابلش اخلط لان انترست. ولو هي مو بس هاي المكونات، لا بس اني اخلطها وراها ارجع اضيف المكونات الباقيه لان انترست واريدها تصير يعني سموث. هسه ارجع اضيف اشياء اني اريدها بعد. الشيء اللي اريده بعد هو زنجبيل، جنجر. هاي وحده زنجر جنجر اللي هو زنجبيل قصيتها، راح احط وحده لان كلش زينه صحتكم عامه، بيها كم فوائد اكيد. واضيف شويه لوز، هذا لوز طبيعي لا محمص ولا حاطين عليه ملح. والاناناس قبل ما تريدون تضيفون اناناس ضيفوا، انا راح اضيف تقريبا 4 مكعبات. طبعا انتظر كل السموذي ينزل قبل ما افتحها، فخلي اعزل هاي الاشياء. طبعا هسه تقريبا نشف الماسك مالتي، فراح احط السموذي مالتي بالثلاجه، من اشيل الماسك ارجع اخذه. هاي هسه مثل ما شفتوا نشف الماسك كلش قوي صار ومشدود، يعني كلش مشدود. هسه راح اشيله وكلش بسهوله ينشل. ناشف كليته، طبعا الريحه كليتها بيض، اللي ما يحب البيض ابد ما انصحكم، يعني هو فد شيء هم يضوج. انا احب البيض بس الريحه تضوج، بس انا لان دا اشوف عليه فائده كلش دا احبه. طبعا كل ما يكون ناشف كل ما يكون اسهل، لان تصير كليتها قطعه واحده مثل ما شفتوا بسرعه ينشال. بعد صار هيك مثل الورق. هسه بس اغسل وجهي، غسلت البيض كلش زين. طبعا تقدرون انتم تغسلوه بكلنزر او تغسلوه بس بمي، انا غسلته بس بمي بس غسلته كلش زين. واحط روتيني اليومي العادي اللي دائما اسويه، اللي هو عندي هذا فيس رياليتي فيس سيروم. طبعا هاي الاشياء كل يوم استخدمها. طبعا الماسك مال البيض مو الماسك الوحيد اللي استخدمه، لا انا استخدم ماسك ثاني مستخدمته وياكم اصور قبل هذا الماسك. هسه راح احط هذا المرطب على وجهي هم من فيس رياليتي. طبعا الاشياء اللي استخدمها على وجهي كليتهم اشتريهم من فيس رياليتي، لان مثل ما قلت لكم دا اشوف فائده عليهم كلش هوايه ودا اشوف نتيجه على بشرتي. ويا راح احط هذا واقي الشمس SPF. اعرف انه اني قاعده بالبيت بس الشبابيك كليتها مفتوحه، فضوء الشمس كله على وجهي، فاني دائما احط SPF حتى لو اكون قاعده بالبيت. طبعا اني مالتي 30، اكو اعلى اكو 50، فإذا أكو أعلى اشتروا أعلى، بس شوفوا واحد يناسب بشرتكم وما يخلي عندكم حبوب، لأن أكو كوم عالم تتحسس من الـ SPF. لأن بالبيت راح أحط شوية من زيت الخروع، هاي أنا دائما أستخدمها بها شوية زيت خروع، ما بها هواية، بس أمشط حواجبي وها هي. وآخر شيء أحطه على بشرتي الصبح هو مرطب الشفايف.
أنا هذا استخدمه حاطت لكم إياه أكثر من مرة، اسمه كارمكس. هذا كم من عندكم طبعاً ما يحبوه، بس أنا بصراحة شوية أحبه. That's it guys، هاي الأشياء اللي أحب أسويها على بشرتي الصبح مثل ما شفتوا، وخلص أقعد هسه بالبيت وأروح أخذ ماتي السموذي ونتمتع بالسموذي. طبعاً راح أستخدم قصبة، القصب اللي دا أستخدمهم طبعاً دا أحاول إنه أستخدم يا أما قصب ورقية يا أما حديدية. جايز كلش طيب، كلش طيب. إذا صدق عندكم المكونات بالبيت تقدرون تسوون سموذي، أنصحكم تسوون سموذي. وذاتس إت جايز، أتمنى استفاديتوا من هذا الفيديو وتونستوا وياي. اللي بعده ما مسوي سبسكرايب لا تنسون تسوون سبسكرايب جوا، وإذا حبيتوا هذا الفيديو وتونستوا وياي واستفاديتوا من عنده لا تنسون تسووا لي ثامز أب، وأنا أحبكم كلش وهواية وأشوفكم على المرة الجاية. باي.